صباح الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ هانيين؟ كي دايرين مع الصحه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، نتمنى تكونوا صحه جيده نتوما وكل عزيز غالي عندكم، ونهار جديد وفيديو جديد، وكنتمنى لكم بدايه اسبوع موفقه البنات. في هاد المقالي طيتو من ديك السيمانه، وكانوا بزاف 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 ديال التعاريخ على هاد المقالي. هذا هو لومبالاج ديالهم البنات، صراحه هاوت ديال بصح واعرين، اي حاجه اي حاجه كتخطر لكم على بالكم طيبوها فيهم، ما تيرزقوا ما حتى حاجه. اليوم ان شاء الله غندير فيهم واحد الكنافه نيت في المقله، غنطيب فيهم شي حاجه ان شاء الله. انا مني جاوني هما كنطيب فيهم. داك النهار ما حكيت معكم لا روابط لا والو، علاش؟ واخا تتواصلوا مع السيت كان حابسين، ما كان لا ليفريزون ولا حتى حاجه، يعني واخا غادي تواصلوا ما غادي تكون حتى حاجه. ان شاء الله اليوم انا غنحط معكم الروابط ديالهم، نحط معكم نقول لكم الثمن وكل شيء، ومني غتعيطوا لهم بحال هكا، اليوم تعيطوا لهم واحد يومين ثلاثين يجيبوا لكم السلعه ديالكم حتى للدار. بالنسبه لا ليفريزون البنات راه 20 درهم في المغرب كامل. بالنسبه للموقع هو موقع وادوكس، هما اللي جيب لنا هاد المقيلات البنات. هاد المقيلات غرانيت ما كيلصقوش، درت فيهم البغريه، درت فيهم البطبوط، درت فيهم المسمن، كديري نقطه ديال الزيت كطيبي فيهم. دابا انت غنطيب شويه ديال البيض الفطور، انتم غتشوفوا معايا ومطيبت فيهم شحال من حاجه نوريهم لكم. وفيهم مقاسات، شوفوا البنات، شوفوا البنات، نقول لكم بالنسبه لهاد المقالي ما تحطوش وحده على وحده. ها انتوما انا راه كنسالي منهم وكنردهم لهاد الكرتونه ديالتهم، وكنفرش بين وحده وحده كما كتشوفوا. شو كنبان جوج مع الجليج كيبيا الخيال ديالي. كنحط مقله في مقله وكنفرش لها البنات. هذا اي حاجه واخا تكون كرتونه، المهم ما تكونش مقله مع مقله، هذاك الاحتكاك كيخسر المقالي كيتقشروا. هادو راه انا طيبت فيهم البنات، دابا تقريبا راه عندي شي 15 يوم ولا اكثر اكثر. انت جاوني نويله، عرفتي انت جاوني البنات هاد المقالي؟ جاوني مني كتفضل بوعزه بشي تجلس واحد الايامات تما فاش مشات اختي. بالنسبه لهذه البنات نعطيكم المقاسات دابا. بالنسبه لبنات المقاسات كاين هاد الصغيره، هذه البنات 20 سنتيم 24 سنتيم، وكاينه هاد الكبيره 28 سنتيم. بالنسبه للثمن هو المهم البنات، الثمن واحد الهمزه زوينه. الثمن ديال المقاليب ثلاثه 399 درهم، نقولوا حنا 400 درهم، يعني كيطلعوا ما كيطلعوش حتى ب 150 درهم الوحده ولا، فهمتوني؟ كيطلعوا بقل. المهم الثمن ديالهم البنات 399 درهم، وصافي هادشي اللي كاين. دابا غادي نوض ان شاء الله باذن الله. وصراحه بقى ما حددتش شنو غنطيب، ولكن انا مهم اللي شاركتو اللي درتو اليوم غنشاركو معاكم. غير اللي كاين اليوم انني يمكن غنمشي نتقدى، باقا كنتسنى اختي تعيط ليا قالت لي نمشيو نتقداو من اتقداو، باقا كنتسنى باقا ما متاكداش، ملا كنا غنمشيو راني غنديكم معايا ونتقداو ان شاء الله التقديه ديال الشهر. يلا نخليكم مع الفيديو، فرجه ممتعه. معمرات هي البنات، المره طابت فايت عليا عاود شعلت عليه باش يعاود يطيب. صراحه ما عندي اتي شعره ما عرفتش قالوا لي البنات ديري بالماء بارد درتو، ولكن ما عجبنيش واش يكون من النوعيه ديال الاتاي ما زويناش، والله ما عرفت. هذا النشوه باش اللي خلينا من بين وقيله البنات ما مهم بالماء بارد ما جانيش زوين، مازال بالماء سخون كيجي زوين. ندير واحد ما نديرش بزاف حيت حار حار. صافي غنردو يتشحر، تيتشحر نزيد ليه السكر والنعناع. البوطه شحال هي هادي ومازال تالفه على الريوس. درت الخبز يسخن حو تحركت في الباني. بسم الله، هاد القلال البنات زوينين ما كيلصقوش، فنين راكم شو تقريبا شي جوج مرات اللي طيب فيهم ولا ثلاثه. درت فيهم المسمن البطبوط، درت فيهم بغرير، غير ملي تكونوا خازنينهم هكا في البلاكار ولا ما ديروش مقله في مقله، هذاك الشيء اللي كيخسر المقالي كيتشرطوا يا البنات. تبغوا تخزنهم ديروا شي حاجه شي كرتونه وحطوا مقله في وسط مقله، وما ديروش شي حاجه ديال الحديد، ما ديروش شي حاجه ديال العود. صافي غنخليه دابا يطيب، غندير ليه مليحه وشوية الكامون، هادي ماشي بلدية البنات ولكن زوينة ديال الجودة، كتعجبني ديك الزبدة ديال الجودة هكا شوية وسط الخبيز سخون. أنا كنسخن فيه الكونفيتير ديال الكرموس، صراحة ما تيعجبنيش مناكلوش، أنا كياكلو غير مول الدار، أنا ما تيعجبنيش، كيعجبني فريز مشماش. ما غنحطش الحلوى حيت حطيتها البارح وما تكاتش،
ديال العيد دابا غنحطها جكاع هنا على البروش. غادي ندير جوج سكرات. هو جوج سكر كيجي مسوس ولكن بركه. هانتوما البنات البيض شتو ما لصق ما والو. ها واخا ما خليش الزيت تسخن بزاف ما كتلصقش، ممكن طيبو حتى البيض بلا الزيت يعني غير تمسحو المقله ممكن. درت غير شويه زيت العود انا غنخصها باش طيب ليا على الجهه الاخرى حيت ما كيبغوش ليا البيض خضر. هو المهم انه ما كتلصقش ما والو. وهذه اللي درت فيها البغريات هاد الصغيره شويه الزيتون. اللهم اديم هاني عمو حفظها من الزوال. المسمى سخنته البارح فطروا به ما نعاودش نحطو اليوم مره اخرى باش ياكلو خبيز ثاني اليوم. وهذا هو الفطور البنات. اللهم اديم هاني عمو حفظها من الزوال. نفطروا ونوضو نشوفو النهار ديالنا. ما عرفتش شنو غندير الغدا صراحه اليوم. كنكون كندير الحوت، انا ما عنديش الحوت في الدار، غنحاول نمشي للسوق نشوف السوق كي داير ومن تما غنتقدى غدايا. نشوف السوق واش كاين الحوت ما كاينش، واش كاين شي خضره. صراحه ولينا تالفين شنو كيتلقاو في السوق. كتلقاو اللوبيا والسفرجل والكورجات صافي. هادو صراحه ما كت باحثه في التسلاوي والسلاوي حكا. ايوا صافي هادشي اللي كاين. غنشوف شنو غندير الغدا ونرجعو نتلاقاو ان شاء الله باذن الله. ولا كساب نديرو كنت الصابون ان شاء الله باغا نغسلها. واحد الاخت كانت قالت لي عافاك شاركي معنا. انا غادي ان شاء الله نحاول اليوم ندير هذا التنظيف العميق اللي كيكون مره في الشهر. صراحه كنديرو مره في الشهر غنشاركو معاكم. المهم حتما غادي تدوز معايا النهار كما كان. غادي نصفي البنات هاد الزبده. هذا راه السمن، كانت عندي زبده بلديه ودرتها سمن. اللي بغيتو طريقه السمن خليها لكم في صندوق الوصف. كيجي بحال السمن ديال العروبيه وداك الشيء، اصلا الطريقه ديال مينيت. دابا غنحطو هنا التسقطه. حنا راه بيتو في هذا الشيء يقولوا ليه الزعتر والملحه. مع كانت الصهد البارح درتو في الثلاجه باش ما يصبحش دايب بزاف. نديرو في شي قريعه الزاج. غير الاهم الاهم باش ما يخسرش ليكم دكو القرعه، ما تخليوش الفراغات في القرعه باش ما يدخلش البرد ويخسر لكم السمنه ديالكم. اول حاجه يا البنات غادي نحل هذه نحلها. غادي يخرج داك الماء اللي فيها. عاد غنوريكم كيفاش واحد البنت غملت لها الجلده. انا غنقول شنو كندير لها، ما كغامله ما حتى حاجه. وعاد غندير لها واحد الغسله هي لداخل تغسل راسها مزيان، ما تبقى تخرج لكم ريحه الحوايج ديالكم خانزين. وعاد تويت تخرج لكم حوايجاتكم زوين. واحد البنت قالت لك عندها نفس الماركه ما كتخرجش لها حوايجها 6 كيلو. انا هذه الصراحه كتخرج لي الحوايج حتى كتيدير. والله فنه فنه فنه. وبزاف الاخوات كتبوا لي على قالوا لي عندنا كاندي واعره. راه بصح زوينه احسن زعما ما كاين. دازت عندي هي كاندي وهاير، وكانت عندي واحد الماركه اخرى بغيتش نقولها لكم. عرفتي تخاف تجبد شي سميه تعود في واحد المساءله ولا هذيك عيانه عيانه. راه الفيديوهات القدام ديالي في مراكش راه كانت في هذيك الماكينه مزوينه. كنخرج كي كندخل الحوايج كنخرجهم هكاك مطبعين. حل لي مصطفى هذا عفاك حيت انا ما كتبغي كاع تحل لي هذيك البنات قاصحه صباي غلط بلاتي نشوف انا والو خليه يرحم. كنشوف انا شي ناس كيديروا لها هكا كتحل بالزربه. تا اختي كتحل بالزربه وبعد جهد جاهد. لا بسم الله انا عارفه فيها الماء لحقاش دابا تقريبا ضروري يدير شي جف. شحال هذه ما حليتها تقريبا شي شهر. شتي الريحه صافي هي هي هاد الريحه كتولي تخرج الحوايج مسخين. ولكن راه انا رايحه انا خشيت الطابليه ديالتها عامره بالجلوف ديال الزريعه وانا مولفه نقلب وما قلبتش ما قلبتش يا البنات. ايوا طلع على الماكينه كي ولات. ايوا قلت صافي خصني ضروري نغسلها. دابا انا غادي ندير شويه ديال البيكربونات والخل ياكوك وغادي نغسلها بالشيته. هاد الشيته هادي مخصصه للكوزينه وغادي نحكها مزيان وعاد نغسل هذا حتى هو مزيان. صافي نردو وندوز الماكينه لداخل. صافي غادي نشد البيكربونات نخويها هنا حق
قد البيكربونات والله تواعره يا البنات من جميع الاستعمالات. هاد الاخت قالت لي ما زويناش غير في الماكله ما تبقيش ديريها. صافي غنخليها تما تتفاعل واحد شويه على ما نغسل هذه ونرجع نحك هذيك مزيان ونرجعها. صافي ونخوي الماء باش يرجع داك الماء الموسخ اللي كاين داخل. شوف ملي كنخوي الماء راه باقي الزريعه كتخرج. صافي دابا ولا يخرج نقي. صافي انا غسلت هذا غادي نرجعه. من برا مامسحش دابا تنسالي. هانشي دابا نشوفو الداخل. هادو نحيدهم. هادو راه كندير فيهم انا الصابون البنات باش كنصبن. شوفو ها غيبان ليكم هنا. شوفو هنا كيموسخ. هادو منهدروش على الزريعة. هادي راه الزريعة يا البنات اللي قلت ليكم. وكنقلب الجي كنقلب الجياب كيما قلبتش هديك المرة. شوفو هانتوما البنات الوسخ شتو. شوف انا غادي ندير البيكربونات تما وتشوفوا شحال ديال الوسخ غادي يخرج. ما بقيتش البنات خرجت للسوق. عيطت لي اختي غتجي في العشيه عندي باغي نمشيو نتقداو تقضيات الشهر وغتجي حتى لخمسه. ايوا غادي ندير غير اللي كان ونحاول نوجد شي حاجه للكاسكروت باش ملي نخرجو نتقداو نرجعو ونبقاو منحطو لي منجيبش معايا داكشي من الزنقة. صافي غادي ندير البنات الخل. ما نحكش دابا نخليه بلاتي غير هاكا نديعو. عرفتو هاد البيكربونات والخل ما يخليوش لكم هاد الجلده تغمل. انا راه ما عنديش غامله اطلاقا واش غامله. هانتو نخليها شويه ما نمسحهاش دابا وندور الماكينه. صافي يا البنات دابا من بعد ما درت الجلده غادي نبدل هاد المجار. المجار تا هو راه موسخ. غادي ندير الخل هنايا قلي واحد شويه البيكربونات هنا باش ما نضيعهمش يبقاو لاصقين. غادي نخوي في المجوره كاملين البيكربونات ونخوي عليهم الخل. شوفو نبدا خمس صفار البنات. نمشي نتسخر دابا ان شاء الله نتقدى ونجيب معايا الخل كيطلع رخيص. ولكن غنجيب واحد البيدو في الحقيقه كيطلع رخيص كثر. دابا انا غادي نخدم الماكينه غندير لها ربع ساعه تغسل راسها مزيان مزيان ونرجعو نتلاقاو ان شاء الله. هيا درتها على ربع ساعه البنات نخليها تغسل راسها مزيان بداك الخل والبيكربونات. هي كتخوي الماء في المجر من بعد عاد نجبد المجر حتى هو ونغسلو ان شاء الله وصافي. هذه كتخليه الماكينه نقيه وكتخرج لكم حويجاتكم زوينين وكيطول العمر ديالها. الوقايه البنات الوقايه. المهم نديرو حنا شي حويجات تحافظوا على ماكينتنا بالاخص ملي كتكون شي ماكينه اللي لاقت لك وجاتك على الكانه وكتخرج لك حويجاتك ما كتبغيهاش تخسر. وكاع اللي كتخسر في الدار البنات كضر والله. الواحد كيكون عنده حوايج اخرين تخسر لي واحد الحاجه كتجي من الجنب شي شويه ما هياش. انا هذه الطريقه ديالتي ملي كنبغي ندير التنظيف العميق. وعاد داك المسيح كنت كندير لها الماء ديال الزاج كنمسحها من برا بالماء ديال الزاج. دابا وليت مسحها بالماء ديال الثلاجه. ها هو نوريه لكم كيمسح لي الثلاجه كيخليها كتشعل من برا. ها هو الماء ديال الثلاجه البنات هو هذا. هذا كنت كنشريه من قديم الزمان فاش كانت في مراكش كنديرها 50 درهم. دابا راه ولا ب 65 درهم كناخذو من مسيو بريكولاج. هذا اللي في عين السبع ما لقيتش فيه مشيت لواحد في بوسكوره ودابا راه قرب يتقاد عليا وكنتمنى نمشي لهذا ونلقاه. المهم هاد الماركه تاع هاد لي برودوي ديال هاد الماركه كلهم زوينين. غادي ندوز نغسل المهنات. شوفوا شريتها على قبل جافيل دغيا خسرات بالزربه كيخسروا عيانين. دير شويه الصابون. شتو اخر الشهر كلشي تقاد الخضره كلشي تقاد. المهم انا غنديبالي بواحد الطاجين ديال اخر الشهر كيجي زوين. غنغسل هاد المهنات. هادي غندير لها الماء طايب حيت فيها الزبده. ملي كتكون العجينه في الدار صراحه كداك الوقت العجينه والخبيز كيبقى لك ديري فيهم شحال من حاجه. انا عندي الخبز ما غاديش نعجن.
نغسلو مزيان، نخليه حتى شي شويه وندوز نحكو. هادشي فلفله مزيان، يلا مزيان جبت انا غير 160. لا زوينه زوينه، كيرش الحمراء بزاف. لا مش كيرش الخنجه. سخرت مصطفى جاب لي شويه فلفله، كتعجبني فواحد واحد الطويجين غنديرو دابا ما فيهش اللحم، كتعجبني داك المذاق ديال الفلفله، كيجي بحال مديور بالحوت وما فيه كاع الحوت ولا الدجاج ولا صافي. شوفو كي خرجت، شوف خرجت نقيه. دابا راه باقا ما درت ليها كاع الشيفون هكا باش ننشفها. نجيب الماء ونخويه هنايا البنات، ماشي مشكله، انا واخا دوزت عليها واخا غسلتها كنخوي الماء، ودابا غنصبن. غادي نجيب الماء باش نسيق هاد الجلده مزيان، بقى فيها البيكربونات وداك الشيء صافي. وبالنسبه للحوايج اللي كانوا بيضين فيهم ديك الصفوريه، ديروا لهم شويه ديال الخمارات الحلوى. انا كنشري ديك الكرتونه الكبيره اللي فيها كيلو، راهو عاد جوج كيلو واقيلا، والله ما عقلت. كنخليها للماكينه حيت مع المده كتبدل، ما بقاش ندير الحلوى بزاف، كنخليها للماكينه كتخرج الحوايج البيضين كيشعلوا بلا جافيل. الجافيل كنديروا غير السرابط صافي. انا ما غنشفهاش لحقاش غندير فيها دابا الصابون. شوفي الزريعه، انت داك الناف الجيب ديالك الزريعه مسكينه كشفت، شتي الزريعه لقات تخلي داكشي في جيبك، نتفاهم معاك المره الجايه. النهار جات عمرها ما حيدتها، حيدها زعما دابا انا نخليها. يلا خليها فيها معلومات، كمل حيدها ولا بلاش فيها معلومات. علاش نخلاتي شنو فيها؟ معلومات هذاك لي زول اللي كاين داك القهوي وداك الشيء. غندير فيها واحد الصبينه وبلاتي نمسحها بعدا من برا. غادي نرش هذا ني ديال الثلاجه وانا غنمسح به، كنخليها كتشعل. ان شاء الله يا البنات هاني مسحتها، شتو رد لها المجير ديالها وصافي. نهيله اري لي الا كاين شي حاجه نزيدها. غادي ندير غير هذه لحقاش الحوايج ما موسخينش بزاف. هاي الخماره اللي قلت لكم البنات، غادي نرش واحد الرشيشه صافي، على حسب داك البياض اللي كانت فيه شي صفوريه ولا ديال الماريه ولا كيحيدها. شوفي غنسد عليها، غندير ليه ربع ساعه، غندير ليه نص ساعه، ساعه تهلاو فيهم شويه صافي. واحد البصيله ما بيهاش كبيره، هادي كنحيدها حيت كتكون هادي هاد القاصحه. غنستفهم هنا وندير فوقهم الفليفله وواحد لاصوص انا غنشاركها معكم، هي اللي كتعطيهم واحد البنه. بالنسبه للفلفله ندير جوجات المره اللي غسلتهم. خديت هنا البنات الصوص ديال المطيشه، هذا كان عندي واحد شويه في الثلاجه خديته، وغادي نزيد ليها شويه ديال التحميره، شويه الخرقوم. البزار ما عنديش تقاده يدير البزار، انا ما غنديرو حيت ما بقاش ليا. نص معلقه ديال الخرقوم، هاد شويه السودانيه شويه حيت حاره هادي، ندير مليحه. شفتوا راني وقفت الماكينه كنخليهم يترقدوا شويه واحد شويه ماشي بزاف، اجد واحد ربع ساعه الا كانوا الحوايج نقايين. شويه ديال الثومه غبره كده، ما بقاتش عندي كده. نصايب الثومه تقادات ديال الحقيقه، يلا غنوصي هشام يجيب لي الثومه ويجيب لي هذاك اللي قلت لك يجيب لي العطريه ويجيب لي البزار. شتو تقدريه والله ما قدرت نشريها البنات من شي بلاصه اخرى. هذا بصل مجفف، نتوما ما بقاتش عندي وقيله. شوفوا غنسقي هاد شحال درت ديال الماء، درت واحد نص كاس الماء صغير ديال اتاي، حيت الماء راه هو اللي كيخسر الماكله وكيجي بها باسله. ضروش بزاف سدوا البوطه ونقصوا، سدوا الكوكوط ونقصوا البنات مزيان. ملي تسمعوا ديك الكوكوط دارت هكا حسبوا لها ربع ساعه وطفيو عليها، حيت ما كاينش حاجه غتشد لكم الطياب هنا،
ما كاين لا لحام ما كاين والو. ملي نحل عليها غنزيد لها شويه القزبر مع الدنوس. درت حقه زيت العود هنا، درت شويه زيت العود والماء والعطريه اللي شفتو نشاركت معكم والمليحه راكم شفتوها. ها هي البنات المريقه وشتات، شوفوا شحال ديال الروابقه، واحد شويه واحد شويه، شوفوا شحال خاتر صافي. ها هما يا البنات نشفوا، انا هذوك لي زور كانوا غير في البلاكار وبغيت نصبنهم باش نحيدهم، يعني ما موسخين ما حتى حاجه. شوفوا هذا كيخرج البيض ديالو، كانت فيه شي صفوريه ديال الماريو، شوفوا كيخرج حتى كنشوفها كتفكر يا ما الصابون. والله يا البنات الا كنت كنوض مع الصباح كيمشي مغلطه للخدمه كنرطب بانيو ديال الحوايج وما كنتش كنجمعهم نهار ايه ونهار لا كنصبن، ونشد داك البانيو نرطب فيه الصابون في اومو ولا فاش ما كان، ونمشي ندي مصطفى المدرسه كان صغير ونرجع نفطر ونصبن، ندير الفراكه ونصبن الفراكه. يا البنات الفراكه هاد البلايص هادو كينبلوا حق الله، كان ديما عندي انا هادو طايرين. من بعد شريت ماكينه عاديه ديك اللي كتحل الفوق، عرفتو ملي خديتها راه عندي العيد كنخداها ليا كريدي مع واحد السيد في الصحراء. يلا خليكم معايا ما تمشيو فين، انتوما يا البنات ادري الله وقفت تصور ما كانش كاع هنا قالت يد ما قابهاش حيت كانت هي كانت كنقسموا الشغل، هي كتمشي تشد لي وانا كنشد الكوزين، جات لقاتها طابت واه ما عرفاش دابا شنو فيها. هذيك اللي كندير بلا لحم بلا والو كيجي فيها مذاق الحوت، هذاك الشيء بادي بحال الحوت مقطعه والشكل ديالها بحال ديال الحوت. هذيك راه جات بنين اختي، علاش حنا ما كانش الحوت ما نطيبوش؟ لا كانش اللحم ما نطيبوش؟ لا ها هو اختي ها كلشي على هاتي ها حدايا نحطها. شتو راه ما كاينش الرواق ما عندكم ما ديروا به، الرواق كيخسر لكم المريقه ديالتكم ديال المريقه صح. قوة الماء ما كاينلاش، البصله فين هي ما بقاتش البصله، شوفوا غبرت. لا والله انا ما كتعجبنيش ما بقى فيها الرواق، شتي انا كسكسو والحمد لله لقيت بزاف الاخوات بحالي فيهوش مسقي. لا حيت حنان كتقول لي هاتي وكتبوا لي الاخ شوفوا البصله هاي شوفوا شتو الكوكوط راه ما فسقات ما والو، ولكن العافيه ناقصه، درتوها في الطاجين نقصو، درتوها في الكوكوط نقصو، خلي لك شويه. انا خلي لي جوج بطاطس. لا لا هاي ما بغيتها جوج، خلي لي هاديك فيها الربيع. يا الله حطيتها تساس الربيع صافي راه هو باقي. يا هذا بغيت تساس هو تبعتينا حلفات تسوسو. انا خليت لك البصله صافي. هنا ما بقيتش كملت معكم البنات، جات اختي وخرجنا نتقداو وجينا وجاني الفيديو طويل باش نحط كلشي اليوم، درت الكنافه جات زوينه انا بغيتها نحطها معكم، جات فنة مالحه. وهذا الكوتي من رجعنا من اتقداو، هذا الكوتي اللي درنا ان شاء الله غدا نشارك معكم التقديه، ولا بغيتو الكنافه خليوها لي في التعليق ونشاركها معكم، جات فنة. وهنا غادي يكون سالي الفيديو ديالنا، كنتمنى يكون عجبكم، خليت لكم الراحه وفي امان الله.